بسم الله الرحمن الرحيم. الاولاد اليوم باش نوريكم كيفاش نعملوا بيرج نتاع فران. فران بالزيت ناخذوا معنا مطرقه صغيره توني فيس امريكان، هذا اش مجيبو لهنا. ناخذوا معنا مفتاح 8 طريف ديريت كوبلي بدون زيت. باه حلو الكاش، من بعد الكاش تورني فيسات، هذا هما الفيسات نتاع الكاش نتاع الماتر سيلاندر، هذه الكيف شوفوا مليح راهم بولادة شوية الفيسات، ما تحطلهمش ما تحط لهمش تورني فيس باهي ونظيف وجديد، تنجم تفزدهم وتقعد في مشكلة، تقعد تحاول كيفاش تنقب وتحل. ضريبة خفيفة طلع فوق طف وتحل كيف كيف هذايا. المطرقة ما تكونش المطرقة ما تكونش كبيرة صغيرة باش يتحلوا ما نقعدوش في المشاكل بعد مع الفيسات، ومولاها يقعد يقول فزتوا لي الفيسات مخبشتوهم لي. انا احكي واش حصل. باه لقيناها فيها الزيت حطوه في القاع، بعدو مع التراب نهبطو اللوطة، ناخذو قلنا مفتاح ما ناخذو طريف ديريت نتاع يكون ترونسبارون، نحشيو البانس المفتاح 8 كانوا 8 ولا كانوا 10 ولا كانوا 11 كل سكوتين وشنو هو، نحطو الديريت نغرسوه هنا بالكدا نحلو بعد نحلو البيرجور متاعنا، نحلو البيرجور متاعنا قرب مليح لهنا وشوفوا الزيت كيش يبدا طالع، شوف الزيت كيش يبدا طالع من الديريت ما فماش تكشكيش، نستناو حتى الزيت يطلع بالكدا. ديما نتفاقدو ماذا بينا الزيت من الفوق ما نغليو ما نخليوش الكيف فيه، ما نخليوش الكيف يفرغ، نحط شويه زيت لفوق زيت شويه زيت، استنى بعد نصاوب الواحد زيت شويه زيت صافا. ديما نعسو على ديما نعسو على الزيت من فوق وديما نعسو على الزيت من اللوطه. به الديريت هذاك يبدأ يقطر في الزيت، كان فما كشاكش نستناو حتى توفر كشاكش، هذا البيرج هاكا معناش كشاكش تو ما نعرفوش بعد جي. هاكا بدات طالع الكشاكش، هاكا بدات طالع شوف هذاك هو هذاك، نستناو حتى يوفى. شفتوا الكشاكش هذيك هذيك الكشاكش نتاع الهواء بيلدر بيلدر هذيك معناها نستناوها تفاقد الزيت، زيد شوية زيت بالله بفضلك من فوق زيدوا شوية زيت، ديما نعسوا على الزيت نتاعنا فوق، كان فرغت من زيت الكيف يدخل لنا الهواء نوليو نرجعوا من الصفر نرجعوا من جينا. احنا ماذا بينا نبحث وقت نعمل البيرج نتاعنا، الزيت ماذا بينا ما يتفرتلناش يمشينا على الديسك، الديسك يولي الفران نتاع البلاكيت نتاع الفران يترنخو بالزيت نتاع الفران يولي ما عادش يشدلنا الفران. كيف كيف عنا لي كاش نحافظو على ما نخليوش الزيت يتبزع على لي كاش، الزيت يفسدلنا الدهن يفسدلنا
برشا حاجات. الهواء، الهواء تنحى به، نكبسو الديريت نتاعنا، نكبسو بيرجير. شوف كيفاش نكبسو بيرجير. فوالا كبسنا بيرجير، نطلع الفوق، تفهمنا ولا لا؟ نزيدو نحطو شوية زيت، هاكا كان نبداو نبامبيو، نبداو نبامبيو. ستوب يزي، لاباس. تكبس الفران، اللهم صل على النبي، هذه حاجة ارتحنا منها، باهي. تكبس الفران، عنا بلارة ملتالي، فما الكيف اللي تلقى فيهم بلارة، وفما الكيف اللي ما تلقاش فيهم بلارة، باش تشوف الزيت. هذيك البلارة هذيك الصغيرة هيك، هذيك تلقى الزيت موسط في الوسط، تفهمنا ولا لا؟ الزيت نراوهم، فما وقت اللي الزيت يولي معاش يترى، نحلو نتفاقدو، نتفاقدو الكيف نتاعنا اللي هي معناتها متر سيلندر. فوالا توا هذايا باش نزيدو، زيد وفينا شوية زيت، حط لنا شوية زيت، حط شوية زيت، حط يس، يكفي يكفي. به نخزرو مليح لهنا، فما نقبة صغيرة من القدام على يديكم اليمين، نقبة صغيرة هذيك بعض ساعات تجي تعمل بيرج، تجي تعمل بيرج نتاع فران، ما يحبش يتعدلك الزيت، تولي هذيك تاخو تل جيد، إبرة مش إبرة، تل نتاع كابل فران يكون جيد، وتحاول كيش تسرحها. أعطيني تلقاليش طريف كابل تو نوريهم كيفاش. النقبة اللي تالا الديريت نتاع الزيت، مش اللي تالا اليد، النقبة اللي تالا الديريت نتاع الزيت. هيا ناخذو النوع، ناخذو هذيا، شوف كيفاش الضوء، الضوء كيفاش نجمو نعملو، مش بيه هكا ولا ضوء ماشي ترى. على هذيك النقبة هذيك بف 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 نسرحوها، تفهمنا ولا لا؟ سرحنا النقبة هذيك وما تعدلناش الزيت، شنو نعملو في الحالة هذيك؟ نوليو نحلو السيركليبس اللي من هنا، ها وين صبعي تو لداخل، فما السيركليبس، وإلا نلقاوها بلاش. نجبدو كل، نحلو البولون هذايا، ها البولون هذايا نحلوه، نحيوه، نحيو اليد ونجبدو السيركليبس، نجبدو البيستون شوية لتالي. وقت اللي نجبدو البيستون شوية لتالي، يمشينا الزيت، يجرينا الزيت، وهكاكا نجمو نعملو بيرج بالكتاب. بالنسبة للبيرج للفرانتيلاني زاد فما أنواع وشكال راهو، فما اللي ما يحبش يتعمل لنا يلزمنا نحيو البيستونات من اللوطا، معناتها لتريم تاع الفرام من اللوطا نجم فيها خدمة زادة نعملو عليها درس. زادة كيف كيف لابياس عنده زادة برنامج وحده، لابياس كيفاش الفرام، كيفاش يشد الفرام، كيفاش يتعدى الزيت، منين ترجيه، ماني بلاصة. هذا إن شاء الله في الحلقة الجاية، في الفيلم الجاي نوضحوا لكم الامور، وبارك الله فيكم، والسلام.